تعالوا نشوفوا خط سير الحلقه هنمشي مع بعض ازاي. اذا عندنا تشكيله من السي فود اتفقنا ان احنا نجيبها من حاله السمك، اشتريناها جمبري لحم شويه كاليماري شويه سمك فيليه. هبدا باول حاجه طبعا عشان فيها شغل كتير وفيها خبره طهويه، كفته السمك بالسبانخ هنعملها مع بعض ازاي. حاجه لطيفه، ممكن نعرف كفته السمك مثلا بالبطاطس بالبرغل، لا بالسبانخ دي بقى محتاجه لشويه خبره طهويه هنشوفها مع بعض. معانا سمك فيليه قشر بياض، ومعانا سبانخ، ومعانا من البطاطس حبيتين مسلوقين كويس بالقشره وبعد ما اتسلقوا بردناهم في التلاجة. هي الفكره هنا والتركايه هنا. تاني سمك فيليه قشر بياض، سبانخ، بطاطس حبيتين تقريبا بيعملوا ربع كيلو للكيلو السمك الفيليه مسلوقين وطلعوا من التلاجة قشرناهم وزي الفل. توابلنا بقى بصله ناعمه، فص من الثوم، بهارات حلوه كده من الملح والفلفل والزعتر. الكفته دي بريئه من الكمون والكزبره، مش هنحط فيها لا كمون ولا كزبره للسمك متعود عليها. طيب ادي السمك الفيليه بتاعنا هناخده زي ما هو كده، ومعانا طاسه على النار بنحط في الطاسه دي يا عم الشيف معلقه زيت زيتون. طريقه جديده كده لعمل الكفته بتاعه المغازي، شوفوا هنعملها ازاي مع بعض. الله عليك الله عليك يا شيف. بس ايه اللي انت حطيته ده؟ ده تقريبا نص كوب من الحليب على بصله على تومه على سمك اتحمر وخد صدمه ناريه بمعلقه زيت زيتون، واخلي السمك ده يحل كده شويه. النظافه اول باول يا عم الشيف. بنحط التوابل بتاعتنا على السمك من الملح والفلفل والزعتر. حلو زي الفل، وشويه زعتر. ده بالنسبه للسمك تبلته انا كده. عندي سبانخ طازه فريش، دي كركم، ده قصدي بابريكا. بقلب دول كده مع بعض بالشكل ده كده. اللهم صل على النبي. اهو شايفين، بس ياخد غلوه السمك على النار. انا تبلته وخد صدمه ناريه معلقه زيت زيتون، وبعد كده حطيت عليه نص كوب حليب. انتظاري هنا والوقت هنا ان السمك ده يشرب الحليب ويشرب التتبيله ويفك معاه شويه. على النار هنتعامل مع السبانخ. معانا اتصال. سبانخ زي ما هي كده خضرة اهي، وامسكها بالسكينه اكسرها بالسكينه كده افرمها بالشكل ده كده. دي سبانخ. الله بتتكلم مصري، خضرها وجمالها بيتكلم مصري. سبانخ طازه. يا سلام دي لما تعملها مع الرز، يا سلام دي لما تعملها يخنه طاجن يعني مع رز ولحمه مفرومه، يا سلام دي لو عملتها سلطه بزيت الزيتون والحامض والثوم زي اخواننا الشوام. حلو. لطيفه وحلوه اهي، بتبقى طبق مقبلات جميل جدا. بس في الحاله دي مش هنكسرها بالسكينه كده ولا نقطعها، تبقى سليمه. يا سلام لما نعمل السبانخ دي سوفليه من المطبخ الفرنسي. انا قطعت السبانخ بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شفتوه. هناخد البطاطس نحطها على السبانخ بالشكل ده كده اهو. الله الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف، ايه الجمال ده. ده السمك اهوت اهو بالشكل ده كده اهو، اهرسه كده بالمعلقه الخشب وانا شغال. سبانخ بطاطس مسلوقه طالعه من الثلاجه بعد ما اتسلقت بالقشره بتاعتها، وسلقت البطاطس دي بالقشره يا شيف ما قشرتهاش. ماما علمتنا اقشر البطاطس وانا بسلقها، ما انصحكيش. ليه يا عم الشيف؟ عشان النشويات والكربوهيدرات اللي موجوده في البطاطس ما نفقدهاش في حاله سلقها وهي متقشره. معلومه غير معلومه، يا ريت فريق السوشيال ميديا حبايبي الحلوين يكتبوها. سلق البطاطس بالقشره للحفاظ على النشويات والكربوهيدرات اللي موجوده فيها. نشوياتها مفيده جدا، بتمتص السموم اللي موجوده في الجسم، سبحان الله. هناخد السمك الفيليه كده بعد ما هرسته في شويه الحليب مع البهارات بتاعتنا. هتقولي لي اللون الاحمر ده جه منين؟ دي الهريسه الحمراء، انا بحب استخدمها دايما، مش عايزاها انت حره مفيش مشكله اهو. وهرسه كده، ولكن المعالم بتاعته هخليها. وعلى فين يا عم الشيف؟ يا فاروق الحمد لله على السلامه، صباح الفل. العب هو ده، دي كفته. حلوه. هنسيبها زي ما هي كده ونسيبها لما تبرد شويه. حلو الكلام. وهنقلبها كلها مع بعضيها لان انا مطمئن عينيا. هنقلب كل ده مع بعضه بس تبرد، بنحط عليهم من البيض بطين كده ونقلبها ونشوف هنكملها ازاي مع بعض.
السمك كده جاهز. الكفتة دي هنشتغل ونكملها بإذن الله بعد ما تهدى شوية وتبرد، هنقلبها مع بعضيها ونعجنها كويس، وهنحافظ على شكل السبانخ بشخصيتها، شكل السمك بشخصيته. البطاطس هتلم الشمل ده كله مع 2 بيضة، والبهارات بتاعتنا حطناها مع البصلة. السي فود اللي بتاعنا اللي هي كفتة السمك بالسبانخ والبطاطس في الفاصل قلبتها مع بعضها عشان نبقى عارفين الخطوات العمل ماشية ازاي. وطبعا بعد ما بردت حطيت 2 بيضة عليهم علشان المكونات دي كلها تتجمع مع بعضيها. تاني شفنا احنا الكفتة مع بعض، دي مهمة جدا على فكرة، ان الطبق ده للأطفال والكبار وكبار السن بالذات، والأطفال قيمته غذائية عالية جدا، ومحتاجين الأيام دي نركز شوية في الأكلات اللي بتدينا طاقة، بتدينا فوسفور، بتدينا فيتامين سي والسبانخ والحديد. شفنا المكرونة اهي زي ما هي كده، هنحط على وشها جبنة عينيا. حاضر، حلو اهو يا مسهل، رشة جبنة جريئة حلوة كده اهو. دايما الشيف المغازي بيوقع على طبق الجيلاتين. توقيعي يعني ايه يا شيف؟ يعني رشة زعتر كده لطيفة حلوة بتدي ايه؟ جو سعادة وبهجة مع الجبنة الموزاريلا. الجو ده حلو قوي. درجة حرارة الفرن كام يا عم الشيف؟ درجة حرارة الفرن 180، المكرونة مستوية 3 أرباع سوا، البشاميل اللي خد وقته في السوا، السي فود تقريبا مستوي. إذا المكرونة دي مش المطلوب مني إن أنا أحطها فين هنا؟ بحطها على ارتفاع من الفرن بسيط جدا، وتتعرض كده لدرجة حرارة الفرن من كل الأطراف، تطلع معايا لطيفة جميلة كل تفاصيلها باينة. السي فود مع البشاميل مع المكرونة، مع الحدث الجميل الحلو ده لأول مرة على شاشة القناة الأولى. حدث إيه يا شيف؟ لا الحدث ده إن أنا أعمل كفتة سمك فيليه بسبانخ، لا دي خبرة طهوية عالية أوي. بس لنا البطاطس بتاعتنا اللي احنا سلقناها بالقشرة بمثابة حارس مرمى قوي جدا، بيجمع الشمل ما بين سبانخ مصدر غني جدا للحديد وكل المعادن، وما بين السمك الفيليه القشر البياض فوسفور زنك كل المعادن، وفي نفس الوقت كمان معانا بقسماط وبيض عشان كل ده يبقى مع بعضه. انا قرصتها بالشكل ده كده زي البرجر زي الكفتة، وفيها بيض، مش هستخدم بيض تاني بقى خلاص، وحطها هنا كده واشيل ده كده من هنا، دول بيكفوا قوي على فكره. ونكمل مع بعض معانا شويه بقسماط تانيين، وانا شغال واحده واحده عشان كده سايبها اعملها على الرايق. حلو، واحط هنا شعليها كده شويه رقائق الذره. انا حطيت طبعا رقائق الذره، المخرج بيسالني الاصفر ده ايه؟ ده تشكيله من البقسماط ورقائق الذره، حطيتهم مع بعض كده وسايبها تهدى كده علشان في سوائل هنا بتاعه السبانخ بتاعه السمك اللي شفناها مع بعض، البيض، العجينه طريه، فوجودها جوه الخليط ده بتشرب، بتمسك نفسها، بترجع كده وتمسك حالها شويه، وفي الاخر هتدخلها الفرن مع بعض. حاجه سهله اهيت وبسيطه، بس هي الفكره كلها النهارده انا بغير من ثقافه السمك، مش بنغير من ثقافه برضه عشان برضه يبقى احنا رايحين في حته عايز اوصل لها. احنا متفقين ان السمك بناكله مشوي ورده، بناكله زيت وليمون، ناكله سنجاري، السمك الفيليه ده بناكله كريسبي مقلي. انا دخلته النهارده في طبق كفته. بنعمله كفته يا شيف، وانت بتخترع الذره يعني؟ لا، ايه ده، شويه بقى كده وتعالى اعمل كفته سمك. بعملها برز، بعملها زي ما هي كده، ولكن ادخل معاها خضار زي السبانخ، وسبانخ ورقيه طازه وما فرمتهاش زي ما هي، شخصيتها باينه في قلب القرص. البطاطس خدتها سلقتها بالقشره بتاعتها، وبعد ما سلقتها بالقشره سبتها لما تبرد خالص، وبعدين شلت القشرة بالراحة وهرستها وحطيتها مع السمك والسبانخ. تعمل ايه يا شيف؟ يعني عايز اعمل كمية بقى عازمين حبايبنا، والكفتة دي أول مرة أعملها لهم النهاردة، وارد بدل ما الواحد ياكل واحدة ياكل اتنين. نعم. مش معايا من الأول بقى، كنت فين؟ حلو. سؤال حلو من كنترول، قال لي إيه اللي يخليها السبانخ ما تسيبش السمك وتجري؟ والسبانخ بقى انتوا عارفين حديد عايز تاخد حريتها، السمك الفيليه ده بريء كده، حاجه كده مهروسه لطيفه جميله، خد حليب وخد توابل. انا ضايف مع المقادير دي كلها من المقادير 2 بيضه. حلو الكلام؟ ايوه هو ده زي ما هي كده يا عم الشيف. دول كام واحده؟ 3 6 9 12. حلوين قوي. تمام، تعمل ايه يا عم الشيف؟ معايا وقت، سالت الاستاذ رحاب والمخرج الجميل معانا واقف الفاصل، الكلام ده بيحصل برضه، قال لي يا شيف مغازي خد راحتك معاك 20 دقيقه. فرحت قوي،
يعني كانه اداني 1,000,000 جنيه. انا افرح جدا لما يقول لي معاك وقت، ببقى عايز اطلع كل اللي عندي عشان بحبكم. ده مكعب زبده. حلو الكلام، لسه ما خلصتش. وكل ما يكون معايا وقت هجود ويطلع الابداع على اصوله. حلو الكلام، حلو الكلام. اللهم صل على النبي. الزبده دي هيبقى شكلها ابيض كده على وش الكفته يخليني اشيل من الكفته. اقوم اعمل ايه بقى؟ اللي انا بعمله ده، ايه اللي انت بتعمله ده يا شيف؟ دي الفلفله الحلوه البريئه اللي بتديني طعم بدون ما تديني ايه؟ واوا. نعم، حد يجاوبني، مش هدخلها الفرن غير لما تقولولي. كبرت في راسي في النص. طيب يا حبايبي يلا في النص، هي في النص اهي. يلا باي باي. حلو اهي زي الفل، بنسيبها كده في درجه حراره الفرن 180 يا عم الشيف. حلو الكلام. ايه اللي هيحصل هنا في الفرن؟ البطاطس عندي مستويه، السبانخ لطيفه وجميله ما بتاخدش وقت كبير في السوا، والسمك مستوي، فكل ده مع بعض بيجمعهم طبعا البيض مع الزبده في قلب الفرن. We'll be right back.